Hello everyone. Today I'm going to talk about meat, fish, fruits and vegetable prices in Kazakhstan. للقلب والكبد والأوانس للأسماك يا جماعة. أسعار الأسماك كل نوع بيبقى بسعره.
سعر البطيخة يا جماعه بصوا يا جماعه دي بتبقى هنا انواع الفواكه والخضروات اي حاجه من الفواكه دي بتبقى عليها الرقم وبالسعر بتاخد انت بعد ما بتاخد الفاكهه او الخضار اللي انت عاوزه بعد ما بتاخده من هنا كده ده الحاجة يا جماعة وسعرها بيبقى فوق ده الخيار وده سعره بالكازاخستان وبالنسبة للبتنجان دوت برضه بيبقى سعره من فوق ومن هنا كده دوت اللي هو الفاكهة الشمام بنسميه أو الأجور معرفش في الدول العربية بيسموه إيه وهنا دوت البطيخ ده البطيخ يا جماعة وبعوده ساعة وهنا ده بالنسبة لبعض برضو الفواكه الخوخ حاجة ممتازة حاجة ممتازة وبرضو نفس الكلام هنا يا جماعة
I will put you in video later. In the end of my video, please, if you like my video, please make like and subscribe in my channel.
And if you have any comment or any suggestion for a new video, please leave in comments. Thank you for watching my video. Have a great day. See you in the next video from Kazakhstan.